وهو أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو الكاف قرر أو اعتبر المنتخب الوطني أو المصري للشباب منسحب قدام ليبيا النهاردة في مباراة اللي كانت المفروض تكون بينهم النهاردة في بطولة شمال أفريقيا اللي المفروض مؤهلة لكاس أمم أفريقيا في موريتانيا 2021. ليه ده حصل؟ لأنه القائمة جت بالعدد مش المفروض، يعني مش العدد الكافي اللي المفروض تقام بالمباراة. زي ما قلنا لحضراتكم امبارح أنه كان بعد المسحة الثانية لقينا أن في 14 لاعب مصاب بفيروس كورونا، بالإضافة طبعا مدرب المنتخب كابتن ربيع ياسين. وبكده ما ينفعش طبعا ان المباراه تقام بالعدد ده العدد اللي مش مناسب ان تقام مباراه زي دي. ويعتبر كده خلاص منتخب مصر للشباب مش هيشارك في البطوله دي او منسحب من البطوله دي، يعتبر ان هو اتهزم 3-0 وفقا للكاف او وفقا لقواعد الكاف.